ربما لم يخيل لك أن تشهد يوما كهذا، لكنه حدث بالفعل. طريق جديدة من جسر الجمهورية وحتى البرلمان. التوك توك وسيلة التوصيل المعتمدة، الجهة التنظيمية ليست مديرية المرور العامة، إنما متظاهرو أنصار التيار. أما ثمن التوصيل أشبه ما يكون بالمجان بعرض حصري للمتظاهرين. برلمان النفر 500 برلمان 500 دينار للبرلمان. وهنا يوثق تاريخ العراق حدثا غير مسبوق، مجلس عزاء حسيني. لم يغب الزنجيل أيضا. أين يحدث هذا؟ بالطبع كما ترى في باحة البرلمان. وفي البرلمان أيضا عالم آخر على نهج متظاهري أنصار التيار الصدري، غير ذلك الذي اعتدت على مشاهدته. لا نواب هنا، وحدهم المتظاهرون يعتصمون دون أن يعكر صفوهم أحد. لجان صنفت كل بحسب اختصاصها، لكن دون أن تعطل تلك اللجان وقت هذا الطالب الذي يستعد لامتحان جامعي ربما لا يقل صعوبة عن حل المعادلة السياسية في العراق. في الأثناء تلتقط الكاميرا صورة لتدخين النرجيلة تحت القبة. لم يتوقف الإنجاز تحت القبة، فالتعيينات للعاطلين عن العمل كانت حاضرة لكن بنكهة مختلفة. البطيخ والرقي والشاي والباعة المتجولون، كل هذا وأكثر، لتتحول الحياة البرلمانية في يوم وليلة لاعتصام صعد على درج المطالب والهتاف للتيار الصدري وزعيمه. لكن كيف ستكون الصورة المقبلة؟ وماذا تحمل في طياتها؟ إن غدا لناظره قريب.